السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط، وصلنا إلى يونت 3، عندنا لسن 5، صفحة 23. عندنا موضوع سهل. What's the matter؟ ما المشكلة؟ What's the matter؟ ما المشكلة؟ ما الأمر؟ ماذا هناك؟ What's the matter؟ ما المشكلة؟ راح نشوف What are they saying؟ ماذا هم يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقول read and work out، اقرأ واكتشف، اقرأ واكتشف أو استكشف ماذا يقولون هؤلاء. طيب راح نشوفهم هسه. عندنا اي، عندنا هاي الحاله، هاي الام ويا ابنها، فايش تقول له واز ذا ماتر ياسر، ما المشكله يا ياسر. ياسر لتشوفه كان مش ايده على، يعني خلي ايده على بطنه. راح نشوف الحل هنا. نمبر 3 نختار. اي فيل سيك، انا اشعر بالمرض. ايف ايتن تو ماتش شوكليت، انا اشعر بالمرض. انا قد اكلت الكثير من الشوكولاته، شوكليت تو ماتش، كثير من الشوكولاتة. وإذا إجا مجال أعزائي، أكو عندنا too much وعندنا so much. إذا صار مجال إن شاء الله بالمستقبل أشرح لكم الفرق بين too much و so much. too much بس ما دام وصلنا لها، too much يعني شيء لا يطاق، too much كثير يعني زايد، شيء ما تطيقه. بس so much، so much إيجابي، بس too much سلبي، too much سلبي. المهم هذا بعدين إذا إجا مجال أعد نشرحه. فاذا اي راح تكون على 3. طيب هاي نروح على البي. طبعا هذا واحد على الشاطئ وهذا ضايج، وهذا دا يسال الاب، دا يقول له واتس رونج، ما الخط جاسم. واي ار يو انجري، لماذا انت غاضب. هنا راح نشوف الحل مالتها. الحل مالتها يقول له احمد، نمبر 2، احمد هاز جون تو ذا بيتش وذاوت مي. احمد ذهب، قد ذهب، احمد قد ذهب to the beach، الى الشاطئ، without me بدوني، without بدون، ومي تجي هنا المفعول به، ضمائر مفعول به، without me بدوني، احمد ذهب الى البيتش، الى الشاطئ بدوني. طيب البنيه ويا امها. تمارا why are you upset، تمارا لماذا انت منزعجه. upset منزعج، ضايج، مغثوث نقول، upset منزعج. Why are you upset؟ هاي البنية فهي ناسية فتشي. الجواب five. I've forgotten my English books. I've forgotten my English books. أنا قد نسيت كتبي الإنجليزية. طيب خمسة، خمسة راح تصير بالسي. طيب الدي، الدي طبعا هاي فرحانة. Why are you so happy؟ منى، شوفوا اعزائي هنا سو هابي، سو هابي، لماذا انت سعيده جدا يا منى، سعيده ليش. هنا راح نشوفها ايش راح تقولها. دادي هاز جيفن مي ا بريزنت، والدي قد اعطاني هديه. ا بريزنت، والدي قد اعطاني هديه. طيب هذه دي. الاي، وات از ات زينة، what is it زينة، ماذا هناك يا زينة. why are you so excited، لماذا أنت منفعلة جدا، ليش منفعلة، متحمسة، ليش متحمسة، شنو السبب. هذا شنو، هاي الإي، هاي الإي. فالجواب مالتها راح يكون هزرون عاد قالها سبعة، seven. daddy found، أبي اتصل، اتصل هاتفيا. he's bought me a new computer، هو اشترى لي حاسوبا جديدا. تلاحظون السبعة راح تكون وين، على E. طيب F، سلمان what's the matter، يا سلمان ما المشكلة، ما الخط. Why are you frightened، لماذا أنت خائف. سلمان ليش خائف، هذا ال F راح نشوفه. هنا يقول جوابها راح يكون I've just read a ghost story. I've just read، أنا لتوي أو للتو قرأت أو قد قرأت a ghost story، قصة، قصة عن الشبح، قصة شبح، قرأ قصة، قصة تتحدث عن الأشباح وصار خايف سلمان. F. طيب G، هنا عندنا نورة. What's the matter؟ Why are you sad؟ Why are you sad؟ نورة ما الخطب؟ لماذا أنت حزينة؟ فتحت الثلاجة. جي ايش راح تقول؟ الجواب راح يكون جوابها موجود هنا. Somebody has a drunk، somebody has a drunk، احدهم او شخص ما قد شرب جميع
ذا ليمونيد جميع ما موجود من عصير ليمون، عصير ليمونيد، عصير ليمون. واحد اجى واحد وشرب جميع العصير، كل عصير الليمون اللي موجود بالثلاجة. طيب اتش، واتس ذا ماتر جاك، واي ار يو وريد، ما المشكلة يا جاك، لماذا انت قلق؟ فهنا ده يسأل جاك، فجاك ايش قال له؟ طبعا مكتوب هنا elephant cage، elephant cage قفص الفيل، قفص الفيل، ننتبه اعزائي. فوينها موجود؟ يقول له هنا الجواب مالتها somebody has taken my elephant، احدهم قد اخذ فيلي، احدهم قد اخذ فيلي، الفيل مالتي احدهم قد اخذه. اعزائي طبعا حوارات بسيطة تتكلم عن المضارع التام وكيفية حدوث هذا الزمن قبل فترة قصيرة، هو في زمن المضارع في الوقت المضارع، ولكن حدوثه قبل فترة قصيرة إلى حد ما قد تكون يوم أو يومين، وبها صيغة معينة وإحنا شرحناها. طيب lesson 5، lesson 5 عندنا هذا، يقول look at the page 23، lesson 5 يقول look at page 23، انظر إلى صفحة 23 of your student book. Find the verbs and complete the table. جد الأفعال and complete the table، وأكمل الجدول، هذا الجدول. طبعا أنا حليت لكم إياها أعزائي، هاي شوفها go go gone eat eaten drink drunk take taken give given forgot forgotten read read نفس ما تغير buy bought. تمام أعزائي؟ وصلنا أعزائي إلى تمرين البي، يقول لي now complete these questions، يقول والآن أكمل هذه الأسئلة and answers، أكمل هذه الأسئلة and answers والأجوبة about حول the people الناس on page 23، حول الناس اللي موجودين وين on في صفحة 23 وين بالكتاب. زين نروح على صفحة، لأنه number one عندي has أحمد gone to the park، هنا راح نشوف ال نرجع عليها وين هذه الصفحة هاي 23، هاي بالكتاب 23 صفحة 23، وعندنا هذا أحمد يقول هذا ايش رجع ايش اقرأوا عليكم تقرون اعزائي. What's wrong جاسم، هاي من ديسة للجاسم. Why are you angry، هاي ليش، قال انت ليش ضايج، قال له لانه أحمد has gone to the beach without me، هذا الجواب تلاحظون هذه. فهناك وعندنا سؤال شي يقول has احمد gone to the park، احمد راح للبارك، no he hasn't، كلا لعد ليش، لا كلا لم يذهب، اذا لان هو وين، he has gone to the beach، ذهب الى البيتش، وكان ذاك جاسم ضايج لان ما راح وياه. طيب نمبر 2 has تمارا forgotten her pen، هل تمارا نسيت قلمها هي، وينها تمارا، راح نشوفها. التمارا تمارا هي هذه، لما هاي امها سالتها انت ليش ضايجه واي يو ار ابسيت، قالت لها كان جوابها اي فورجت ان ماي انجلش بوكس، فالجواب راح يكون هاز تمارا فورجت ان هير بين، نو شي هازنت، ما نسيت قلمها، ليش نسيت، شي هاز فورجت ان هير انجلش بوكس، تلاحظون اعزائي. طيب ثلاثة واي از زينه اكسايتد، ليش زينه منفعله او متحمسه او يعني متحمسه او مرتاحه، هاي زينه واي واتس وات از زينه واي ار يو سو اكسايتد، فكان الجواب لانه والدها هاز عفوا والدها هنا داد فوند هي هاز بوت ا نيو كمبيوتر، والدها اتصل وقالها هير داد هاز بوت هير داد ابوها هاز بوت هير ا نيو كمبيوتر، اشترى لها حاسوب جديد، فهي كانت متحمسه ومرتاحه جدا بحيث انه كانت تدبش على تلاحظون كلش منفعله مرتاحه اكسايتد اكسايتد منفعله مرتاحه يعني. طيب نمبر 4 واي از سلمان فرايتند، سلمان ليش كان خايف، لماذا سلمان كان خايف، سلمان هو وين هذا سلمان، فهنا امه تقول له سلمان واز ذا ماتر، سلمان شنو القضيه شنو المشكله ماذا هناك ما الخط، واي ار يو فرايتند، ليش انت خايف، فكان الجواب انه قال اي هاف جاست ريد ا جوست ستوري، انا قرات لتوي قصه عن قصه عن الشبح، فهو كان خايف لان قارئ قصه هي هاز ريد ا جوست ستوري، جواب he has read a ghost story. صفحة 34 عندنا هذا التمرين عند C، يقول لي find 11 words to describe feelings، جد 11 كلمة
من الكلمات تدسكرايب لتصف feelings المشاعر أو الأحاسيس أو الأمور اللي نشعر بها اللي موجودة طبعا ضمن الكتاب يعني مو مشاعر بشكل عام. على كل read from left to right اقرأ من اليسار إلى اليمين and و from من top من الأعلى to bottom من الأعلى إلى الأسفل من القمة top قمة bottom قعر من يعني بمعنى من الأعلى من إلى الأسفل. طيب طلعت لكم عن الكلمات أعزائي نقرأها بصورة سريعة. sad حزين sick ill frightened خائف frightened خائف excited منفعل أو مندهش great رائع أو عظيم. هاي بالنسبة للأفقي. بالنسبة للعمودي عندنا angry عندنا hungry غاضب hungry جائع عندنا tired تعبان أو متعب وعندنا thirsty عطشان upset منزعج. تلاحظون أعزائي هذا من الكلمات اللي موجودة عندنا هنا وطلعت لكم إياها هنا write these words. أنا أفضل إنه أنت تحاول مع نفسك تجد هاي الكلمات تجدها وبعدين تشوفها وترجع للفيديو. هاي اللي بشكل أفقي اللي بشكل أفقي أعزائي sick sad حزين sick مريض frightened خائف happy سعيد excited منفعل متحمس great عظيم thirsty عطشان upset منزعج angry غاضب tired متعب hungry جائع. هنا يقول لي compare your answers compare قارن إجاباتك. هاي يعني قصده هاي العبارة قصده أنه أنت بعد ما تشوف وتلقى وتدور وتخلي الإجابات مالتك عزيزي تجي تقارن ما بين الحل مالتك وما بين حل صاحبك مثلا أنت وصاحبك حليته وتقارن وبعدين أنا يعني اللي أقول أنه ترجع للحل الصحيح اللي موجود بالفيديو حتى تثبته كلمات لمعرفة معناها وإيجادها. عندنا أعزائي صفحة 35 يقول write about these four people how do they feel اكتب عن هؤلاء الناس الأربعة كيف يشعرون why ولماذا. عندنا منى feels sick أول وحدة منى feels sick منى تشعر أنها مريضة because she has drunk too much lemonade. منى تشعر بالمرض لأنها قد شربت الكثير من الليمون. Mrs. Salman is happy because Hamid has bought her some flowers. سيدة سلمان هي سعيدة لأن حامد قد اشترى لها بعض الزهور. The teacher is angry. المدرس غاضب. Because Jasim hasn't brought his books. لأن جاسم ما جاب لم يجلب كتبه. Nora is upset. Because Ahmed has gone out without her. لأنه أحمد ذهب إلى الخارج بدونها. أوكي هذا رست معناه رستورانت يعني المطعم. لحد هنا نتوقف والتقيكم في درس قادم وإلى اللقاء.